انتوا ليه معتصمين في مصر؟ علشان احنا سمعنا ان الشركه دي اتباعت، وبعدين احنا دلوقتي مش عارفين حد يجيبنا حقنا خالص، وبقالنا 18 يوم هنا مرميين ومحدش سال عننا. مفيش اي حد من المسؤولين جم سالوا عليكم؟ اه، ما انا بقول لحضرتك محدش سال عننا خالص من المسؤولين. طيب وهي هل الشركه بتخسر؟ والله هم بيقولوا بتخسر، احنا اللي بنشوف لا خساره ولا مكسب، مش حاجه عايده علينا خالص. لا حوافز بناخد ولا مرتبات بناخد ولا اي حاجه بناخدها. المرتبات هنا عامله ازاي يا حاج؟ 200 جنيه 200 جنيه في الشهر. ده بالبدل وبالعلواء وبكل حاجه. بقالها 18 سنه على الشكل ده. انت بتشتغلي في الشركه بقالك قد ايه؟ انا بشتغل بقالي 18 سنه من اول ما فتحت الشركه. من اول ما فتحت الشركه. طب ومرتب حضرتك قد ايه؟ 52 جنيه. هو حضرتك بتشاركي في الاعتصام هنا؟ اه طبعا. امال يعني انا مين اللي هيجيب لنا حقنا لو احنا ما اعتصمناش وندور على حقنا؟ طيب انا كان في ناس كتيره في مصر مستغربين ان ازاي برغم ان المنصوره ومصر عامه يعني مجتمع محافظ، بس في ستات يعني سايبه بيوتها ومعتصمه وبتناضل مع زملاتها الرجاله هنا في المصنع. فهل ده ما سببش اي مشاكل خالص اسريه ولا حاجه؟ الناس مش هتعيش في بيوتها ببلاش، ده مقابله ان احنا حريتنا وعمرنا ضاع هنا، ومفروض حقنا ان احنا ناخده بالتالت ثالث ومثلث، ومحدش يجيبه لنا. مين اللي هيجيبه لنا؟ الرجاله بتوعنا اللي في البيت ولا احنا؟ محدش شايف قدنا ولا شيء عندنا هنا في الشركه قدنا، احنا بنجيب حقنا من نفسنا.